وغادي نحتاجو السنيده. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. غادي نبداو على بركه الله باول حاجه غادي نستعملها. اول حاجه البنات غادي نديرها هو غادي ناخد فينو غادي نديرو وغادي نزيد ليه الملح. الملح راه عندكم ميزانكم مي معلقه صغيره ما تفوتوهاش. هاد لا فيديو راه البنات اللي طالبيني لي هذاك الشيء اش درتها اليوم. غادي نضيف معلقه كبيره تن معلقه ونص دابا راه كاين البرد. ديروا كاع جوج معالق ديال الدقيق وانا مشى عليا الحال اذا خصني نديرو بسرعه باش يوجد لي الكوتي. هو راه ما كيتعطلش البنات تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ما بين التحضير ديالو والطياب ديالو. غادي ندير معلقه صغيره غادي ندير معلقه صغيره ديال السنيده. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج في الاول. وغادي نضيف ليه الماء غادي نضيف ديك الزلافه ديال الماء وغادي نخلط وغادي نخلط العناصر مزيان. صافي غادي نخليها البنات يخمر غادي نخليها يخمر لمده 10 ديال الدقائق. غادي نخليها البنات يخمر لمده 10 ديال الدقائق وعاد نزيد ليه الفرن. كما كتشوفوا انا زدت باقي شويه الماء لان الجبانيه ما عمرتهاش حيت الا عمرتها ما نقدرش نكبها. دونك جبانيه ديال الماء والخليط كيجيكم على هذا الشكل كيجيكم شويه محرحر. المهم انا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر لمده كما قلت لكم 10 ديال الدقائق ومن بعد نتلاقى معكم باش نوريكم اشنو غادي ندير. البنات هي خمرات من بعد ما خمرات مباشره غنضيف لها. انتم ملي كتخمر كيفاش كتكون غادي نضيف لها داك الجبانيه ديال الفورس. كما قلت لكم ممكن تعبروا بالكيسان ممكن تعبروا بالجبابن. المهم انا غنزيد الزلافه هنا ديال الفورس ونزيدها كامله وراه الفورس كيبقى على حسب هذا على حسب الدقيق. هانتوما المهم انا غادي نجمع ومن بعد غادي نجمع العجينه مزيان ومبقاش غادي نزيد الماء غير الفورس اللي غادي نزيد اوكا اوش خاصني يعني لما كانش خاصني راه ما غنزيدوش. هكا كتحاولوا تجمعوا غير بالمعلقه نيت اللي بغات تخدم يديها تخدم. انا راه كاينين دي كومونتير كيجيوني كيقول لك مابقاش دير يديك. ايوا غادي ندبز مع العجينه بلا يدين الا قدرت الا ما قدرت غادي ندير يديا. المهم البنات انتما كتشوفوا هيا تشوفوا العجينه كي كتجمع معايا فاسيلمون يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي المهم انا جمعت العجينه هانتوما كي كتشوفوا جو كخوا نزيد شويه ديال الدقيق نزيد شويه كوب ديال الدقيق اللي غادي نزيد. ايوا من بعد غادي نخويها البنات في القصريه. انا هادشي ما قنعنيش. المهم انا نخويها لكم في القصريه نتوما ما ديروش يديكم. انا غادي ندير هكا غادي نزيد كما قلت لكم دو كويير تقريبا اللي غادي نزيد ما غاديش نزيد بزاف غير جوج. صافي وغادي ندي ونجيب العجينه ديالي وهربط بوط واجد يعني راه ما كيشدش بزاف البنات. صافي انا غنجمع ونبدا نقطع. صافي وراه رطب انتوما شوفوا كي كتجي رطبه يعني شي حاجه طوب. نقول للبنه شكرا لان شخصيا نعطي انا البطبوط اللي كندير كياخذ معايا الوقت وهذا البطبوط جاني ساهل يعني ما كياخذش الوقت ودغيا كيوجد سورتو الصباح الا غفلك الخبز ما عندكش. هذه كتبع ليا طريقه زوينه باش ديري بها البطبوط. انا غادي نقطع البطبيطات دونك المقادير اللي عطيتكم خرجوا ليا 5 د البطبوطات. هادو هما البطبوطات اللي خرجوا ليا كل وحده فيهم غادي ندير لها شويه ديال الدقيق ديالها. صافي وحنا مساليين البطبوط ديالنا وجد غادي غنجمعها هكا باش نشكلها على شكل كويره بحال هكا وغادي نخليهم كل وحده درتها غادي نديرها في الزيف. هنا كل وحده درتها غادي نديرها في الزيف نرش شويه ديال الدقيق.
مهم ممكن ديري الفور القمح بلاصه الفورص، ممكن ديري الفينو، انا غادي ندير الفورص شخصيا، غادي ندير الفورص. المهم انا بالنسبه للتكوير هكا كندير ليه، كنخدم غير بالجناب ديال القصريه هكا. غادي نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه ديال البنات ودرت الكويرات كاملين، ها هما درت الكويرات كاملين ديال البطبوط. انا غادي نبدا دابا في التكراس ديالهم. بالنسبه للتكراس راه طريقه سهله، صافي نتوما كيبقى داكشي كي اللي كديري ديها بحال هكا باش تحط زعما تحتفظي على الشكل الدائري، كلي كتستعمل بالتبسيط كما درت لكم الاخت لبنى. ملي تدخلوا عند لا فيديو غادي يبان لكم. دونك كل واحد كيدير الحاجه اللي مسلكاه. صافي المهم انا غادي نستمر البنات في هذا الدلك ديال الخبز، ونتلاقى معكم ان شاء الله عند الطهي. قطعي البنات من بعد ما سخنت المقله مزيان، انا غادي نحط البطبوط ديالي. انا راه كنديرو رقيق، اللي بغات ديرو غليظ دير ديرو غليظ، كل وحده شنو كتبغي في البطبوط. انا غادي نديرو هكا غير نشوفو بدا كيتنفخ شويه وغادي نقلبو. البطبوط ديالنا البنات كيجي بحال هكا، كيجي غزال ما نعاودش ليكم. تقدروا تعمروا ديروا به سندويتشات، اي حاجه بغيتوها ديروها. انا اللي نحل لكم وحيده باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيكون، راه ما كيجيش لا مدقص لا والو. وكما قلت لكم انا بعدا كنفضلو هكا رقيق. كي شفتوا البنات ملي فتحت لكم من الداخل ها هو كيفاش جا، كيجي ها نتوما خاوي من الداخل، كيجي خطير خطير خطير. المهم شهية طيبه.